السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. أعلن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية وهي جهات حكومية بالمدينة المنورة فتح باب التوظيف لحملة الدبلوم أعلى عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد نظام العمل، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. الوظائف المتاحة مدير إدارة الاتصال المؤسسي، مدير إدارة التشغيل والصيانة، مدير إدارة الميزانية، مهندس أمن سبراني، باحث علمي، مجلد مخطوطات وكتب، مفهرس، مرشد، متحفي. التخصصات المطلوبة: المحاسبة، الإعلام، الإدارة المالية، إدارة الأعمال، العلاقات العامة، التسويق، الكيمياء، علوم الحاسب، الأمن السبراني، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، اللغة العربية، العلوم الشرعية، الدراسات الإسلامية، علم المعلومات والمكتبات، تخصصات السياحة. عند الضغط على هذا الموقع هنا تظهر لنا الوظائف المتاحة. تستطيع الاطلاع على هذه الوظائف، اختيار الوظيفة المناسبة لك، تقوم بالضغط، تضغط هنا مسمى الوظيفة، بحث علمي، شروط التقديم: أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية اللغة العربية، ألا يقل للتقدير عن ممتاز، إرفاق 3 أبحاث علمية من إعداد متقدم يتم تقييمها من قبل المجمع. المهام: إتقان مهارات البحث العلمي وأصول تحقيق المخطوطات، إجراء البحوث والدراسات وأوراق العمل المرتبطة بأعمال المجمع، جمع البيانات والمعلومات وفق منهجية المنهج العلمي، تحقيق أهداف المجمع وغيرها من المهام. هنا ملاحظات وشروط خاصة: التقديم من خلال الموقع الرسمي للمجمع، بداية التقديم يوم الثلاثاء الموافق 25/10/2022 إلى يوم الجمعة الموافق 28/10/2022 حتى الساعة 11:59 مساء. يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF، الهوية الوطنية، المؤهل، 3 أبحاث علمية. في حال عدم الإرفاق المطلوب سيتم استبعاد الطلب فورا. إذا أردت التقديم تضغط على تقديم هنا، تقوم بكتابة المعلومات الشخصية: اسم رباعي، هوية، تاريخ الميلاد، الجنس، المنطقة، ثم المدينة، رقم التواصل، ثم البريد الإلكتروني، وتدخل على التالي يحولك إلى المؤهلات العلمية. تستكمل المؤهلات العلمية ثم الخبرات العملية، ثم بعد ذلك الخبرات العملية أخرى، ثم المرفقات، ثم التعهد، ثم إنهاء إجراءات التسجيل في هذه الوظيفة. طبعا أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.